كتير انطلبت مني الحلبة الفلسطينية، أكثر من رائعة، سميد ناعم 2 كوب، ودقيق 1 كوب، وبيكنج باودر نص معلقة صغيرة، خميرة معلقة صغيرة، وملح نص معلقة صغيرة، وملعقة صغيرة فانيلا، نجيب ملعقة من الحلبة بنطحنها جيد، يفضل نستخدم الميزان، وهيك نوضع المكونات نخلطهم كلهم جيد مع بعض. نوضع 200 جرام، أي نوع دهون مناسب لكم، 1 كوب تقريبا، يفضل يستخدم الميزان، ماء دافئ 2 كوب 400 جرام، نخلطهم جيد ونتركهم يرتاحوا. القطر أو سموه شربات بالمصري، 1 كوب ماء على 2 كوب سكر مع قطرتين ليمون، 8 دقائق بياخد معنا. ندهن الوعاء بالطحينة، بنشغل الفرن 200 درجة مئوي. حسب نوع الفرن المدة، وبنسكب القطر عليه. في عندي أكثر من 500 وصفة صحية، المعني بالغذاء الصحي، اشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.